عليك. إنه الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج لوسيان بورجيلي، يقع الأخير في شباك الرقابات أيضاً، فالأمن العام اللبناني يحذف مقطعاً قصيراً يتعلق بالحجاب. جديد أكيد أحسن من قدام الفاسدين. هيدا طنط نقاش كتير طويل. هيا خلينا ناكل. جابي ريتا بليز بلا سياسة اليوم. الرقيب وقت يصير إنه هو عم بيقرر عن الفنان إذا مشهد معين خارج يكون موجود بالفيلم أو لا، بصير هو نوعا ما صار المخرج، بطلت أنا المخرج. يعني وقتها هو يقطش منه للفيلم شيء أنا ما كان بدي ينقطش، هو شيء موجود إذا بدك بطريقة فنية له علاقة بالمادة الفنية، هيدا قرار غير صائب بيكون عادة، لأنه أنت بتكون كتير اشتغلت لحتى يكون الفيلم مثل ما هو وأخذت قرارك على هالأساس. يعني صار له سنتين مش فايت عبايتنا. ليه؟ ليه؟ أختي حسيتك مش عبعد كشي؟ حول مائدة غداء عيد الفصح تجتمع عائلة لبنانية، كل ما يخطر على البال من أحاديث لبنانية تمر في الفيلم، انتخابات، دين، طائفية، عادات دينية، ثرثرة عائلية، مشاكل اجتماعية وهموم حياتية. عندنا مشهد طويل ما يسمى بالبلان سيكونس أو مشهد كاميرا لا ما بتقطش على فترة 14 دقيقة، وإذ الرقيب حب أنه يقطش بنصه، وبنفس الوقت هيدا المشهد انقطع مثل ما هو بغير بلدان عربية، يعني بيناتهم فينا نذكر دبي، وقريبا رح ينعرض مثل ما هو بالمغرب. فيلم يشرح المجتمع اللبناني، وهو حصد أخيرا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان دبي السينمائي، وأعاد التذكير بالرقابة التي يشكو منها أهل السينما في لبنان. أملنا نحن كلنا إن كان كنقاد أو صحفيين إعلاميين، كل شخص مثقف لا تجب أن تحد ثقافته رقابة معينة. يعني كيف بكل الدول المتحضرة والدول المتطورة ما في رقابة، في ما ندعي دائما له اللي هو جهاز التصنيفات أو الريتينج سيستم، في حيث أن من هو دون عمر معين لا يدخل صالة معينة أو يحضر فيلم معين. بينحكى بكل المواضيع بس انه بطريقه مهضومه، يعني ما فيها تجريح لحدا ولا فيها يعني كثير انه بيتمعن لمطارح بعيده، لا بلاقيها كثير عاديه هالمواضيع لانه بكل بيت بينحكى هذا الموضوع. يعني حسب شغله منعت اليوم فيك ترجع تشوفها على الانترنت او بينحكى فيها او رح تشوفها بالنهايه، انه ما كثير بتفيد، بتعمل ضجه اكثر من انه تفيد. تجارب غير مريحه مع مقص الرقابه واجهتها افلام لبنانيه وعربيه وعالميه في لبنان منذ عام، مؤشر على أن صدر الرقيب يضيق يوماً بعد يوم. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.